إذا رح نستخدم اليوم بالوصفة الحليب واللبن. طبعاً الحليب هون عنا بيجي ثلاث أنواع، عنا كامل الدسم، قليل الدسم وخالي الدسم. بالإضافة لللبن الكريمي رح يعطينا قوام طيب جوا المافنز، فأنتوا بتقدروا تعملوها وصفة مافن زي ما أنا رح أعملها أو تحولوها لكيك ورح أشرح لكم الفرق. هلا أول إشي عندي هون عندي المشمش اللي على قولة روان صار وقت إنه نعمل فيه إشي، فرح أحط عليه أول إشي السكر البني. رح أحط عليه السكر الأبيض. تنين. نص كوب بنص كوب. رح أتركهم شوية على جنب. ليه؟ ليه؟ عشان ينزلوا السوائل. يا سلام سلم. والله هاي بعرف 100%. هلا ما رح لحقوا كتير ينزلوا، بس هم بطروا وبصيروا جوا الكيك يعني أطرى من هيك وأسكى من هيك ما في. أوكي. فرح نخليهم على جنب. أوكي. وبعد هيك هون عندي البيض. شو رح نضيف للبيض؟ رح أفتح الحليب. وراح اخذ منه ياروتي. ايوه. ايش بدك قولي لي؟ هيو قدامي كوب معياري. أوكي. بدنا نص كوب معياري. حلو. راح احط الحليب على البيض لانه السكر وين راح؟ هون. أوكي. تمام. وراح نحط كمان حاسة الجاليري كثير مركزين معي كثير صراحه كثير. راح انزل اللبن. هلا اللبن شو بعمل بالكيكة؟ شوفي اللبن بيطري بس بخليها متماسكة كتير هيك كوندنسد، يعني بتكون مش فلافي يعني. ايوه عيني عليك، جامدة من جوا كتير، ما بتكون هشة. مو هشة؟ لا مش هشة. في كيكات نحن اصلا ما بدنا اياهم يكونوا هشين. وحتى الفانيلا رح نحطها هون فانيلا بس. هاي باودر. ورح نخلطهم مع بعض كتير منيح. اوكي. المشمش عليه السكر، الخليط السائل عندي هون. أوكي. صح؟ كثير موضوع بسيط. لا هلا رح نروح للخليط الجاف. بس انا عندي فضول اعرف هذا الابيض شو. هاي شوكولاته بيضه. اوكي. هاي شوكولاته بيضه لانها كثير بتلبق مع المشمش او الدراء. شوكولاته البيضه اول ولا فكرته زبده. تمام. زبده. طلعت. طب هلا هون عندي الطحين، شو بدنا نضيف للطحين؟ شوفان. بتقدروا تلعبوا بالنسب، يعني تزيدوا الشوفان اكثر، تقللوا الطحين، كلهم بصير. بيكنج باودر، بيكنج سودا ورشه الملح. ننزل هلا الخليط الجاف والمشمش. بدي احط المشمش اول عشان افرجيكم طلعوا كيف صار. هيا بلش ينزل السوائل مع السكر البني اللي عندي. شايفين كيف؟ واحلى شكله بصير، تحسي هيك رح يطلع كيكه جوسي. يا عيني والله هالبشمشتين اللي ضلوا انك ما حرام. لا والله الا انا. الا انا. هلا المواد الجافه وبدنا نخلط، ورح نحط شوي من خليط الشوكولاتة بالداخل. يا سلام. نخلي الباقي مثلا للوش، بس أنا في هالحالة ما في وش لأنها رح تنقلب. يا سلام. يعني رح أحطها كيكة. نخلطه كله زي ما دائما بنقول، المفن تختلف عن الكب كيك. يعني هلا هون رح تتحول كب كيك. نعم. سوري كيك. بس هو عادة المفن تختلف عن الكب كيك. الكب كيك هي أي كيكة بتحوليها لكب كيك. أما المفن زي قوام الخبز بتكون. كيف معجنة شوي، شايفة؟ ما بتكون سائلة وهيك انسيابية. أيوة. بتكون بس هذا يعني بالعامي ملبطة. وهلا بس بدي اوزعها في قالب مدهون وعلى فرن. في حال قالب فرن حرارته 180 لمدة 40 دقيقة. في حال مافن زي ما انا عاملة رح تاخذ معاكم بالضبط 15 دقيقة. بس 15 15 ل 17 حسب الفرن كيف. نص كوب زيت نباتي، بيضتين، بدنا كمان 1.5 كوب من المشمش المقطع، بدنا فانيلا، كبشه قرنفل، وهي بهارات شتويه هلا رح اقول لكم عنها، اللي هي مثلا قرفه، جوز الطيب، كبشه قرنفل. بعدين بدنا نص كوب حليب بالاضافه لنص كوب لبن، وبدنا طحين، وبدنا شوفان، بيكنج باودر، بيكنج سودا، ورشه ملح، واكيد سكر بني وسكر ابيض 100%.